كل فونكسيون تو عندهم خاصيات نتاعهم، دي كاركتيرستيك، وكل شيء قلنا فيزيبل على الجرافيك فيزيبل على الكورب. باش نبداو بالماكسيموم والمينيموم، اسهل حاجه خاطر كيما تراها كيما تفهمها. الماكسيموم معناها فونكسيون اللي كوم سا، سوبوزون اللي الفونكسيون هذه بون هذا اكس هذا ايغريك اللي هو ديما نذكر انه اف دو اكس ولا جي دو اكس، انت الاسم اللي سميت به الفونكسيون. اوزر هذه هي فونكسيون، هذا القمه نتاع السومي، هذا هو لو ماكسيموم تو سامبلومون، الرقم اللي هوني العدد اللي هوني. مثلا هنا 6 لو ماكسيموم ايتيكال 6 به، ما عندهاش مينيموم هذه خاطر تهبط تهبط تهبط. ناخذ واحده اخرى فونكسيون هذه مثلا ما عندهاش ماكسيموم خاطر تمشي وتكبر تمشي وتقدم تمشي وتعلى، باغ كونطخ عندها ان مينيموم. ها وينو؟ مثلا هنا موان 4، موان 4 اي لو مينيموم دو لا كورب اف دو اكس و بلوتو دو لا فونكسيون اف دو اكس بي. كبر لو كالكول تاعو كيفاش نعملوها؟ باي باغ لو كالكول. دونك وقت اللي يقولك اللي في كورب اف دو الفونكسيون اف دو اكس توجور انفيريور او ايغال ان سارتان نومبر كيلكو سوا اكس، مهما كان اكس نثبت انا بالحسابات اللي هي انفيريور او ايغال ام. وقت اللي نثبت اللي اف دو اكس هي اكبر من بتيت ام هذا رقم عدد، كان اثبتت انا اللي كلكو سوا اكس اف دو اكس اكبر من حاجه، راهو هو كيفاش نثبت اف انفيريور ايغال ام ولا سوبيريور ايغال ام؟ هذا كل قرينه من نوفيم ومن ميتيام وفي الكوليج مقارنه والحصر كل قرينه من قبل كي نخدموا التمارين تنعملوا برشا مرات ام انفيريور ايغال كلكو شوز ولا سوبيريور ايغال كلكو شوز. دونك هذوما الماكسيموم والمينيموم. بي الباريتي توا بير ولا امبير؟ كالعادة قلنا جرافيكومون عندها تفسير باغ لو كالكول، زاد عندها تفسير. اون فونكسيون ديت بير سي سور لو غراف الي سيميتريك بارابور الاكس او ايغريك، تناظر محوري قرينوه في الستيماني كوليج. مثلا هذه هاي الكورب هاك وهاك، هذه عندها تناظر بون مش بالضبط باليد عاود هكاك اللي سيميتريك بارابور لاكس او ايغريك، هذا تناظر حسب لاكس. بي هذه مثلا كيف كيف سيميتريك بارابور الاكس او يغريك. دونك باغ لو كالكول كيفاش لازم نثبت اللي اف دو اكس، ما عندك عموما كي نبدا نقرا في لي فونكسيون ها عندنا الفونكسيون شناهي اف دو اكس لازم تجي اف دو موا اكس. افون اللي راه يقول كيفاش هاي اكزامبل ترى مثلا لا فونكسيون جي دو اكس هي اكس كاري، شد عندك قالك سوا جي دو اكس اون فونكسيون تيل كو جي دو اكس ايغال اكس كاري. بي هاي خلينا نخدمو جي دو موان اكسترا، جي دو موان اكس بي ايغال اي نطبقو القاعدة، ناخذو هذا نحطوه كري موان اكس نحطوه كري، اش خرج نحل الا خرجت اكس كري هي بدا جي، مالا جي دو موان اكس هي جي دو اكس، مالا لا فونكسيون اي بير. ونورمالمون كيف ترسمها الفونكسيون هذيك بالاورديناتور ولا مش بالاورديناتور باش يك هكا راهي الخضره. دونك فيها تناظر بير سولون لاكس او يغريك. اوكي فما برشا انواع من لي فونكسيون بير. هاي واحده اخرى مثلا وباش يعرضونا برشا طريقه الاثبات هي بيدها تثبت انه اف دو اكس هي اف دو موا اكس. باغ اكزومبل مثلا خذنا اف دو اكس ايغال 3-3 x كاري بلس 5 بي، نمشو نشوفو اف دو موان اكس تطلع موان 3 فوا موان اكس او كاري بلس 5 ايغال موان 3 فوا
هاك الموا اكس او كاري هذيك تطلع اكس كاري، خاطر الموا تتنحى كاري منا. راه رد بالك انا غلطت، راهو هنايا الكاري موش لداخل، البر من القوس بلوس هاك عشان لاحظ نفسها هذي مالا هاك الاف دو موا اكس، حسبتها ورجلتها واختصرتها نلقاها تخرج بالضبط نفس الاف دو اكس، نرسم مش نلقاها متناظرة حسب العكس راهو. دونك الباريتي فيها تنجم تكون الفونكسيون بير والا ام بير والا ني بير ني ام بير، ثم ثلاثة إمكانيات بالطبيعة، إي كي بير يا أمبير يا حتى واحدة. دونك باش نقريكم الأمبير، مي لأ أشنية هالأمبير؟ الأمبير هذيا جرافيكومون تكون سيميتريك باغابوغ مش لاكس أما سونتر، سيميتريك باغابوغ أو، أو اللي هو السونتر هاوي هو تناظر مركزي. مثلا مثلا وحدة عاملة هكا فونكسيون، مثلا عاملها هكا مشيرة الأخرى تعمل هكا تناظر حسب أو، شفتو؟ ولا مثلا عاملها هكا مشيرة الأخرى تعمل هكا بون بريسك كيك، كيف كيف سيميتري سنترال. ايه وكيفاش بار لو كالكول؟ لازم الاف دو اكس، اف دو موا اكس باردون، تخرج موا اف دو اكس بالضبط. نقول بالضبط معناها ما تغلط غلطش روحك. اكزامبل هاش دو اكس اي لا فونكسيون اكس كوب، مثلا سميتها اكس كوب، نجي نحسب الهاش دو موا اكس جيني موا اكس لو تو او كوب، اللي هي موا اكس او كوب وحدها. بي هاش دو موا اكس قلنا حسبت 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 واستنتجت، خرجت لي نفس اللي كانت هوني قدمها موا، مالا خرجت لي اش جاتني موا هاش دو اكس بالضبط مالا امبير. هكا هاو نورمالمون الرسم الكوب كي تصوره بالاورديناتور ولا بيدك تجيك هكا هكاك تناظر حسب او. كملنا الباريتي، باش نشوف حاجه اخرى. السونس دو فارياسيون، كل كورب كل فونكسيون تتميز بالسونس دو فارياسيون نتاعها، اللي هو في حالتين ولا هما ثلاثه بون كرواسونت والا ديكرواسونت، وبالطبيعة نجم تكون كونستانت. بي أنهي هي الكروسانت؟ قلنا فما الجرافيك وزاد الإثبات بار لو كالكول. جرافيك كومون شنيا كروسانت هذايا؟ شو هذا الإكس هذا الكريك أو الإف دو إكس؟ بي فوكسيون عاملة هاك تحسها طالعة مش هابطة ماشية وتطلع، إلي كروسانت. بي واحدة أخرى عاملة هاك، هذيك إلي دي كروسانت هابطة، واحدة أخرى عاملة هك لا تطلع على تهبط، ألي كونستانت هذي دي كروسانت، شفتها هذي كروسانت هذي كونستانت. توا باغ لو كالكول كيفاش نثبت اللي هي كروسانت بالحسابات؟ كروسانت باغ لو كالكول لازم ناخذ زوز ارقام كيلكون كرد بالك، ما ناخذش رقم عدد واضح، ناخذ ا مجهول ابارتي ان دومين نتاعها، وبي كيف كيف ابارتي ان دومين نتاعها، سيرتينمون واحد فيهم اصغر من الاخر. مثلا نقول سوا لو بوتي هو ا انفيريور او ايغال ا بي، اذا كان حسبت اف دو ا حسبتها بالا مش مش باللي نومبر، لقيتها انفيريور او ايغال اف دو بي، يعني كانت الا اصغر حسبت ليماج نتاع ا ولقيت اللي باقي اصغر من اف دو بي، راهي كروسانت، يعني وقت اللي العلامه ما تبدلتش علامه المقارنه راهي كروسانت.
بيه. هاي وحدة كخواسانت، ها باش ناخذ من المجال نتاعها اللي هو هذا الكل، ها الدومين ديفينيسيون نتاعها، ها باش ناخذ أ، باش ناخذ واحد آخر بعد شوية دونك أكبر منه بي. طب باش نعمل ليماج دو أ، هوب إف دو أ، دونك نكتب أ انفيريور ويكال بي، هنا انفيريور. طب باش ناخذ ليماج دو بي اللي هي هوني إف دو بي، طب باش نقارن الإف دو بي والاف دو ا، شكون الكبيرة؟ نكتبهم تحت بعضهم عاد. أيا نلاحظ اللي الاف دو ا تحت الاف دو بي، مالا أصغر العلامة ريت ما تقلبتش، مالا كرواسانت. نجم معناها أنا كي نخدم الخدمة هذه بالكالكول من غير ما نشوف الكروب، نعرف اللي على المجال دومين ديفينيسيون نتاعها راهي كرواسانت. توا واش نخدمو دي كرواسانت، هذه فونكسيون دي كرواسانت باهي. القاعدة دونك ناخذ أ أبارتيان لدومين ديفينيسيون تاعها و بي أبارتيان لدومين ديفينيسيون تاعها، تحط الصغير قدام الكبير فيهم، ونحاول نقارن الإف دو أ والإف دو بي. فونكسيون كيف تبدأ ديك كخواسون تراهو باش تقلب بك العلامة هذيك. العلامة كانت هكا مقبلة للمحلولة على البي، باش تولي ما عادش محلولة على الإف دو بي، تتقلب. دونك كان انا حسبت الحسبة وقتها هكا، راهي فونكسيون دي كرواسانت. على الجراف هاو ا، ناخذ ا هوني بي، الاف دو ا هاي هنا، قلنا ا صغيرة بي، تاو الاف دو بي هاي هنا بي، قلنا ال ا اصغر في الرجالة بي. توا نقارن الاف دو ا والاف دو بي. ا رجل الاف دو ا فينا اعلى من الاف دو بي، اكبر منها، اوب ساي العلامه تقلبت، شفتها دي كرواسونت. معناها كان جات كرواسونت العلامه ما تتقلبش. فونكسيون كونستانت هذه هاكا هاو ريت هذيك، مالاش تطلع من غير ما نتعب روحي. اف دو اكس ديما تطلع رو نومرو سبعة مثلا، ثلاثة، اثنين، تلقى ستر، هذيك كونستانت. اكزامبل جي دو اكس ايجال 3x مثلا بلوس راسين دو 2، باش نثبت اللي هي دومين نتاعها اير، ما تفهمنا عاد، باش نثبت اللي هي كروسانت مثلا. هاي نحط سوا ا و بي الزوز ابارتينا اير بي. اون فا كومباري اف دو ا و اف دو بي، بالطبيعة باش نختار واحد فيهم هو الصغيرة، تنجم تحط بي صغير و ال كبير، المهم سير فيهم واحد اصغر من الاخر. معناها ابخي تو في اف دو ا ايغال 3 ا بلوس غاسين دو 2 اف دو بي 3 بي بلوس غاسين دو 2. لازمني نقارن اف دو ا و اف دو بي. عندنا 100 طريقة باش نقارنهم. اول واحدة هي اني نكتب سي ا انفيريور ا بي، alors 3a inférieur ou égal à 3b, alors 3a plus racine de 2 inférieur ou égal à 3b plus racine de 2, or هذه هي ال f de a وهذه هي ال f de b. معناها قاعدة العلامة ما تقلبتش، معناها كرواسانت. فوالا بون، طريقة أخرى تطرحهم من بعضهم، يعني باش تقارن زوز حاجات تطرحهم من بعضهم. كان لقيت موجب راهو لولا أكبر، كان قلتها لبراهي لولا أصغر. معناها كي نخدم F دو A موا F دو B إيكال 3A بلوس غاسين دو 2 موا 3B بلوس غاسين دو 2، باش تطلع 3A موا 3B اللي هي 3 فوا A موا B اللي هي 3 فوا A موا B موجب ولا سالب، نغزر هوني. فهو معناها الا هو الصغير، مالا نيجاتيف هطلع نيجاتيف طول. اش معناها؟ معناها الاف دو ا تطلع اصغر من الاف دو بي، علما انه الا اصغر من البي، العلامه ما تبدلتش. هكا هو الفونكسيون كرواسانت. نخدم بنفس الطريقه دي كرواسانت، نلقى العلامه تقلبت. اوكي okay.